أهلا وسهلا بكم في أسترا يوينغ. نحن نهتم ببعضنا في أسترا يوينغ، وهذا ينطبق على نظام السكن لدينا. وإليك بعض النصائح والمعلومات التي تجعل المكان الذي تعيش فيه أفضل بالنسبة لك ولجيرانك. عندما تسكن في أي مكان في بلدية أسترا يوينغ، ستكون قريبا من الطبيعة دائما، كما أن المدن الكبرى مثل كريشانستا وأسلا هولم ستكون قريبة إليك. أما مدينتا مالمو وكوبنهاغن فيمكن الوصول إليهما بواسطة السيارة أو الباص أو القطار، ومن هناك سيكون العالم كله بمتناول يديك. سنلقي في هذا الفيلم نظرة على كيفية استئجار منزل، سواء كنت مستأجرا من مؤجر خاص أو من شركة الإسكان التابعة للبلدية جيوينغهام التي تعتبر أكبر شركة إسكان في البلدية. ويمكنك أن تسكن في بغوباي أو غليموكا أو سيبهولت أو كنيسلينغ أو هوناسكوغ أو إيملن. يقع مكتب يوينغهام في سيبهولت، ويمكننا أن نساعدك في الحصول على معلومات حول الشقق المتوفرة لدينا، وباستطاعتك التواصل معنا عن طريق الهاتف أو زيارة مكتبنا في سيبهولت أو زيارة موقعنا على الإنترنت yuingham.se. يمكنك التواصل مع أصحاب العقارات مباشرة لمعرفة إمكانية مساعدتك بشأن السكن، وتجد في موقع البلدية قائمة بأصحاب العقارات في بلدية أسترا يوينغ. إن الحصول على قرض عقاري ليس بالأمر السهل هذه الأيام، فهناك فترات انتظار طويلة للحصول على سكن في كثير من الأماكن في السويد، والطلب يفوق العرض. وعن طريق الاستئجار سوف تكون على يقين من أنك تدفع الإيجار المناسب وأن الشقة ستبقى بحوزتك على المدى الطويل. ينبغي أن تحجز دوراً في طابور الانتظار من أجل الحصول على شقة، ويمكنك الاطلاع على قواعد نظام الطابور على موقع جيوينغهام، حيث يمكنك التسجيل في الطابور لدى جيوينغهام، ويمكنك زيارة الموقع أو زيارة مكتبنا لمعرفة الشقق المتوفرة، وحينئذ تستطيع التسجيل على شقة شاغرة، وسيتم الاتصال بالأشخاص الثلاثة أو الخمسة الحاصلين على أكثر نقاط في طابور الانتظار للحضور ومشاهدة الشقق، والشخص الذي لديه أكثر نقاط ولديه رغبة في الحصول على الشقة ويقبل بها سوف يحصل على الشقة بعد التأكد من بيانات دخله وغير ذلك. أما شركات العقارات الخاصة فلديها قواعد مختلفة بشأن كيفية توزيع شققها، وكلما زادت فترة انتظارك في الطابور وكنت ناشطاً أكثر ازدادت فرص حصولك على شقة، والأمر يعود إليك لمعرفة ما هي الشقق المتاحة. العقد هو اتفاق بينك وبين المالك، ومن المهم أن توافق على شروط استئجار الشقة. تأكد دائماً من أن توقع على العقد وأن يحصل كل منكما على نسخة منه. أهم الأمور التي ينبغي إدراجها في العقد هي اسمك، اسم المالك، عنوان الشقة، مساحة الشقة، مبلغ الإيجار، فترة الإخطار، وما هو متضمن في الإيجار وما هو إضافي. يعني العقد أن لديك ولدى مالك العقار حقوقاً وواجبات، وتتضمن مسؤولياتك ما يلي: تسديد الإيجار في الوقت المحدد، الحفاظ على الشقة نظيفة ومرتبة، اتباع قوانين الملكية. يلتزم المالك بصيانة العقار من الداخل والخارج. تقوم مع المستأجر السابق بمعاينة الشقة قبل الانتقال إليها، ويتم تدوين أي أضرار أو أعطال فيها، وبوصفك مستأجراً جديداً سوف تستلم قائمة للتدقيق، ومن الضروري أن تبلغ عن أي عيوب أخرى تجدها خلال أسبوع واحد من انتقالك إلى الشقة، وبعد انقضاء هذه الفترة ستكون مسؤولاً عن صيانة الشقة وعن أي شيء لم تتم ملاحظته أو الإبلاغ عنه. وإذا كانت لديك أي شكوى بشأن النظافة النهائية فيجب الإبلاغ عنها في يوم العمل الأول بعد انتقالك إلى الشقة، وتقع مسؤولية اتخاذ التدابير اللازمة على عاتقك فيما يخص عقد الكهرباء والتأمين المنزلي للشقة قبل الانتقال إليها. عند انتقالك إلى الشقة توقع على استلام ثلاث مجموعات من المفاتيح، وأنت المسؤول عن هذه المفاتيح،
ومن المهم أن تحافظ عليها جيداً. وإذا فقدت المفاتيح عند انتقالك من الشقة، سيكون لزاماً عليك أن تدفع قيمة قفل جديد من أجل تركيبه بعد انتقالك. من الأفضل أن تترك مجموعة من المفاتيح عند صديق لك أو قريب يسكن بالقرب منك تحسباً لاحتمال نسيان مفاتيحك أو فقدانها، فأجور صانع الأقفال باهظة. يجب أن تدفع الإيجار قبل آخر يوم عمل من كل شهر وفقاً للعقد، وفي حال عدم دفع الإيجار أو التأخر في دفعه، قد تفقد حقك في استئجار الشقة. عادة ما تكون فترة الإخطار لمغادرة الشقة 3 أشهر اعتباراً من نهاية الشهر، وهذا يعني أنك ملزم بدفع إيجار 3 أشهر كاملة اعتباراً من نهاية الشهر الذي تقوم فيه بالإخطار، وينبغي أن يكون الإخطار خطياً وموقعاً، واحرص على أن تستلم تأكيداً على وصول إخطارك. كل شخص ينتقل إلى شقة لدى جوينغهام سوف يحصل على لصاقة توضع على باب الشقة وعلى صندوق البريد، ومن المهم إبلاغ السلطات عند تغيير عنوانك للتأكد من أنك مسجل في العنوان الصحيح وأن بريدك سوف يصل إليك. لا يمكنك تأجير الشقة من الباطن إلا بموافقة من المالك، وهذا ينطبق على النزلاء أيضاً. تحدث دائماً مع مالك العقار أولاً، وتذكر بأن العقد مسجل باسمك، لذلك أنت المسؤول عن الشقة وعن العناية بها، وإذا قمت بتأجير شقتك من الباطن بدون إذن، فأنت تخاطر بفقدان حقك باستئجار الشقة. هناك حد لعدد الأشخاص الذين يمكن أن يسكنوا في الشقة، وذلك لضمان أن تعيش وأسرتك بشكل مريح ولكي تؤدي شقتك وظائفها على الوجه الأمثل. ولدى جوينغهام أنظمة بهذا الشأن، الرجاء الاطلاع عليها قبل توقيع العقد. شقة من غرفة واحدة 2، شقة من غرفتين 4 أشخاص، شقة من 3 غرف 6 أشخاص، شقة من 4 غرف 8 أشخاص. عند القيام بالطبخ، من المهم أن تكون الأواني والمقالي التي تستخدمها بحالة جيدة وأن تكون مناسبة لموقدك، ويجب عدم تشغيل الموقد إلا عند الطبخ. تأكد من عدم غليان الأواني وهي فارغة. ينبغي توخي الحذر عند الطبخ باستخدام الزيت لكي لا يشتعل، وامسح الزيت الزائد دائماً باستخدام منديل ورقي. لا تصب الزيوت في المجاري أبداً، فمن الممكن أن يسبب ذلك انسدادها، وتعود أن تمسح أسفل الموقد وسطح تحضير الطعام بعد كل مرة تطبخ فيها. استخدم النوع المناسب من القماش والمنظفات لكي لا تخدش الأسطح. لا تقم بجلي الأواني بالماء الجاري، وفر الماء والطاقة بالجلي في حوض المجلى. عند الطبخ، استخدم دائماً شفاطات الهواء الموجودة في المطبخ إن كانت متوفرة لديك. نظف فلاتر المروحة للإبقاء على فعاليتها، ولا تفتح النوافذ أو تغلق الأبواب المؤدية إلى المطبخ، فهذا يحد من فعالية شفاط الهواء. افتح نافذة في غرفة أخرى من أجل تهوية الشقة ولمنع سماع الضجيج الناتج عن الطبخ. قم بتهوية الشقة قليلاً، وذلك بفتح النوافذ في جهات متقابلة من الشقة لتشكيل تيار هوائي. وهذا الأمر ضروري في فصل الشتاء خصوصاً. احفظ المواد الغذائية في الثلاجة أو المجمدة لإبقائها طازجة، ولا تفتح أبواب الثلاجة أو المجمدة لفترة أطول من اللازم. قم بإذابة الثلج من الثلاجة والمجمدة على نحو دوري من أجل الحفاظ على فعاليتهما والحد من استهلاك الطاقة. لا تضع في المرحاض سوى ورق التواليت، وأي شيء آخر يوضع في المرحاض قد يسبب انسداده. قم بتنظيف البالوعة الأرضية والسدادة على نحو دوري، ولكن لا تستخدم أي مواد كيميائية. استحم في الأماكن المحددة لذلك فقط، وامسح الماء عن الجدران والأرضية بعد الانتهاء من الاستحمام مباشرة، واستحمامك لفترة قصيرة سوف يقلل من استهلاك الماء والطاقة. تذكر ألا تضع المفروشات أمام المشعات الحرارية وألا تغطي أجهزة الثرموستات، فإن ذلك يؤثر على حرارة الشقة وعلى استهلاك الطاقة. نظف الشقة على نحو دوري لكي تبقى بحالة جيدة. إن الأرضيات الخشبية حساسة وينبغي مسحها بقطعة قماش مبللة دون استخدام المنظفات المخرشة. ينبغي إصلاح الأضرار الناتجة عن المياه مباشرة لتجنب حصول أضرار بالغة. إذا اكتشفت تسرباً في مشع حراري أو وجدت بعض الماء على الأرض أو شككت في تسريب ما، فعليك الاتصال بمالك العقار فوراً.
يسمح بوجود الحيوانات الأليفة في الشقة مثل القطط والكلاب، ولكنك أنت المسؤول عن التأكد من أنها لا تسبب إزعاجاً للجيران، وأنت مسؤول عن أي ضرر تسببه حيواناتك الأليفة في الشقة، ويجب أن تبقى الكلاب مربوطة عند الخروج من الشقة. توجد شرفات في العديد من الشقق، وبإمكانك أن تزرع الزهور أو الخضار في شرفتك، ولكن داخل حدود الدرابزين حتى لا تسقط من الشرفة. اسق النباتات بعناية حتى لا يصل الماء لشرفة جيرانك. لا تنفض السجادة أو ترمي القمامة من الشرفة. لا تستخدم شوايات الفحم على الشرفة لأنها ممكن أن تسبب حريقاً. لا يسمح بتركيب صحن التقاط القنوات الفضائية أو مظلة أو ما شابه دون موافقة المالك. تجنب التدخين في شقتك أو في الشرفة لكي لا تسبب إزعاجاً لجيرانك ولمن هم حولك. لا ترمي أعقاب السجائر من الشرفة أبداً، فذلك يزعج جيرانك ويمكن أن يسبب حريقاً. وعندما تنتقل من الشقة سوف تكون مسؤولاً عن تصليح أي أضرار في الشقة بسبب التدخين. تشكل أنت وجيرانك البيئة المعيشية المشتركة فيما بينكم، فإذا كنت أنت وجيرانك تتبادلون مشاعر الاحترام، فذلك سيجعل الحياة أكثر متعة للجميع. وينبغي أن يسود الهدوء والسكينة خلال المساء والليل، ويجب أن يكون الضجيج الصادر عن المحادثات والموسيقى والتلفاز بمستوى معقول حتى خلال النهار. أخبر جيرانك مسبقاً إن كنت تنوي إقامة حفلة. تحتوي جميع شققنا على جهاز للقنوات التلفزيونية وجهاز الراوتر، ويتضمن الإيجار الذي تسدده قنوات تلفزيونية أساسية. وفي حال رغبت بالحصول على شبكة الإنترنت أو المزيد من القنوات، فعليك طلب ذلك من المزود المعتمد لدى ديوينغهام. تأكد من عدم تشغيل أي من الأجهزة الكهربائية عندما تغادر الشقة، وأطفئ الشموع ولا تترك الموقد أو الفرن في وضع التشغيل عندما لا تكون في المنزل. يجب أن تحتوي جميع الشقق على جهاز إنذار حريق فعال، واختبر جهاز الإنذار على نحو دوري للتأكد من جاهزيته. يجب أيضاً أن تكون لديك طفاية حريق وبطانية مضادة للحريق في المنزل. يمكنك التحدث مع المالك أو شركة التأمين الخاصة بك للحصول على مزيد من المعلومات. تعتبر فسحة السلالم مكاناً مشتركاً للجميع في المبنى. لا تترك القمامة أو تدخن في فسحة السلالم. لا تركن العربات أو الدراجات في فسحة السلالم، فهي تعيق عمليات الإخلاء وتعيق وصول خدمات الطوارئ. يجب إبقاء باب المبنى مغلقاً لكي لا تدخل الحشرات، ولمنع الأشخاص غير المخولين من الدخول إلى المبنى. لكل شقة تقريباً غرفة تخزين خاصة في العلية أو في قبو المبنى، وبإمكانك قفل غرفة التخزين الخاصة بك باستخدام قفل تشتريه. لا تخزن أي شيء في الممرات المؤدية للأقبية أو العليات، فذلك يعيق الوصول ويشكل خطراً اندلاع حريق. تعتبر البيئة قضية هامة بالنسبة لنا جميعاً في السويد، ونحن نسعى جاهدين للعيش في بيئة نظيفة لضمان مستقبل مستدام. ويأتي فرز النفايات في بؤرة هذه الجهود. كل شيء نرميه تقريباً يمكن إعادة استخدامه أو إعادة تدويره إلى منتجات جديدة أو تحويله إلى طاقة. إن إعادة التدوير تخفض التكاليف، وبصمتنا البيئية هي أننا نعتبر أن للقمامة قيمة. لدينا مرافق لفرز النفايات في جميع مواقعنا، ولكي تكون عملية إعادة التدوير فعالة، فإنه من المهم أن نقوم جميعاً بفرز النفايات المنزلية في الحاويات الصحيحة، بحيث تقوم بفرز قمامتك في شقتك ثم تضعها في حاويات مناسبة موجودة بالقرب من المبنى. تخلص من القمامة على نحو دوري لكي تتجنب الروائح الكريهة والحشرات. أما بعض النفايات مثل النفايات الخطيرة فيجب أخذها إلى مركز إعادة التدوير في البلدية. تعرف على القواعد المتبعة حيث تسكن، واجتهد من أجل الحفاظ على مرافق النفايات نظيفة ومرتبة. ضع في حسبانك جيرانك والموظفين الذين يتولون العناية بقمامتك.
غرفة الغسيل هي مكان مشترك حيث يتحمل كل شخص مسؤولية الحفاظ عليها نظيفة ومرتبة. يمكنك حجز مكان في غرفة الغسيل باستخدام النظام الموجود في المبنى، والذي قد يكون إما إلكترونياً أو يدوياً. يجب أن تبدأ الغسيل خلال فترة لا تتجاوز نصف ساعة من بداية فترة الحجز، ويمكنك القيام بالغسيل لنفسك ولعائلتك ولكن ليس لأحد آخر. وبمجرد الانتهاء من الغسيل يجب أن تنظف الأرض والمرشحات وحجيرة المنظفات. تحتوي بعض غرف الغسيل على آلات تزويد ذاتية بحيث لا تحتاج إلى أن تضع المنظف أو مطري الغسيل. تحقق مما ينطبق على غرفة الغسيل الخاصة بك قبل البدء بغسيل الملابس، ومن المهم أن تخبر المالك إذا تعطل شيء أو توقف عن العمل. البيئة الخارجية هي جزء من سكنك، فهي موجودة ليستمتع بها جميع المستأجرين ولكي تسهم في تعزيز الإحساس بالراحة والانتماء للمجموعة. إن حدائقنا خالية من السيارات، مما يزيد من مساحة لعب الأطفال وممارسة المزيد من النشاطات. والحالة الوحيدة التي يسمح لك فيها بأن تقود سيارتك إلى منزلك مباشرة هي عندما تنقل مفروشات أو أغراضاً ثقيلة أخرى من الشقة أو إليها. وفيما عدا ذلك يجب عليك دائماً أن تركن السيارة في المكان المخصص لها. راقب الأطفال في مناطق اللعب لكي تتجنب وقوع حوادث أنت في غنى عنها. علم الأطفال على استخدام تجهيزات الملعب على النحو الصحيح والحفاظ على المكان مرتباً. وإذا ما عملنا جميعاً معاً للحفاظ على منطقتنا نظيفة ومرتبة، فهذا سيجعل حياتنا أكثر إمتاعاً. تتوفر أماكن مخصصة للشواء حول بعض المباني، ومرة أخرى من المهم الحفاظ على هذه الأماكن مرتبة وأن نبدي الاحترام فيما بيننا، ويمكنك أن تستخدم المشواة الخاصة بك في الحديقة. يمكنك في بعض الأماكن زراعة خضرواتك بنفسك. اتصل بنا لتعرف ما يمكنك فعله بهذا الشأن. يجب أن تركن السيارة في المكان المخصص فقط، وإذا رغبت بالحصول على مكان خاص لركن السيارة فيمكنك أن تستأجر جراجاً أو مكاناً لركن السيارة. اتصل بمكتب جيوينغهام للحصول على مزيد من المعلومات حول ما يناسب موقع شقتك. إذا تلف شيء أو كان بحاجة للاستبدال لأسباب أخرى، اتصل دائماً بالمالك. ومن المهم معالجة المشكلات بأسرع ما يمكن، ولا تتأخر في الإبلاغ عنها. سيقوم المالك بوضع سلم أولويات لمعالجة أي مشكلة طارئة. اتصل بجيوينغهام خلال ساعات الاتصال المخصصة. أما خارج تلك الأوقات، فيمكنك الاتصال على الرقم المحدد خارج الدوام، أو قم بزيارة مينا سيدور في الموقع الإلكتروني jewingham.se، أو استخدم التطبيق الهاتفي الخاص بنا. قد يحتاج المالك أحياناً للدخول إلى شقتك لإصلاح بعض المشكلات عندما لا تكون في المنزل، ولا يتم ذلك إلا إذا كنت قد وافقت عليه مسبقاً. وقد تم تجهيز بعض الشقق بماسورة للمفاتيح على باب الشقة لتمكين المالك من الدخول. وإذا تم الاتفاق على أن يكون المفتاح في الماسورة في يوم معين، فيجب عليك التأكد من وجوده، وإلا سيترتب عليك دفع رسوم مكالمة الاستدعاء. يحمل موظفون دائماً بطاقات تعريف يبرزونها قبل دخولهم إلى شقتك، وإذا كنت غير متأكد من هويتهم، فعليك أن تطلب منهم إبراز بطاقات الهوية الشخصية. إذا تسبب أي من المستأجرين بإزعاجك، اتصل بجيوينغهام خلال ساعات العمل. أما خارج ساعات العمل، فيمكنك الاتصال بشركة الخدمات الأمنية التي نتعامل معها. هذه الخدمة متوفرة ليلاً ونهاراً وفي كل أيام الأسبوع، وسوف يرسلون لك سيارة الدورية إذا دعت الحاجة لذلك. إن مكالمات الاستدعاء خارج أوقات الدوام مكلفة، لذلك لا ننصح باللجوء إليها إلا وقت الحاجة الماسة لذلك. أما إذا كان الإزعاج يستوجب إجراء مكالمة الاستدعاء، فسيكون المستأجر المسبب للإزعاج هو الملزم بدفع التكلفة. يمكنك طبعاً استقبال الضيوف في شقتك، ولكن إذا كان باب المدخل مقفلاً فينبغي عليك أن تذهب وتستقبلهم بنفسك. يجب ألا تترك باب المبنى مفتوحاً، لأن ذلك يمكن أن يسمح بدخول الحشرات ويسبب هدر الطاقة، كما أنه يمكن الأشخاص غير المخولين من دخول المبنى.
التأمين على المنزل هو وسيلة بسيطة وغير مكلفة جداً للتأمين على بيتك وممتلكاتك ضد السرقة والحوادث. وتوصي جيوينغهام جميع المستأجرين لديها بأن يحصلوا على بوليصة تأمين سارية المفعول. اتصل بشركة تأمين للحصول على مزيد من المعلومات بهذا الشأن. كثير من المستأجرين هم أعضاء في جمعية المستأجرين، وهي منظمة تحمي مصالح المستأجرين، وأنت تدفع رسماً مقابل النصائح والمشورة بشأن سكنك، فضلاً عن أنها تقدم المساعدة القانونية عندما تحتاج إليها. عندما تكون عضواً في جمعية المستأجرين، تستطيع أن تبدي رأيك بشأن سكنك، على سبيل المثال بشأن الإيجار والأماكن المخصصة للعب والكثير من الأمور الأخرى. ويمكنك أيضاً أن تحصل على العديد من الميزات والحسومات، كما سيتم استدعاؤك للمشاركة في الأنشطة المحلية التي يتم تنظيمها. تشكل أنت وجيرانك بيئتكم المنزلية المشتركة فيما بينكم، لذلك من المهم أن تهتم ليس فقط بشقتك ولكن أيضاً بالأماكن المشتركة. وبوصفك مستأجراً فإنك تتمتع بحقوق وتقع عليك واجبات، فعندما يعيش الكثير من الناس في نفس المكان يصبح من المهم أن يبدي الجميع الاهتمام بمشاعر بعضهم وبمحيطهم. نحن نهتم بكم وبالمكان الذي تعيشون فيه، وهذا هو السبب في أننا نعمل بنشاط فيما يخص قضايا البيئة وراحتك والحفاظ على أحيائنا السكنية. إن العيش المريح مهم بالنسبة للجميع، ويعتبر السكن في أسترا يوينغ وسيلة رائعة لتكون قريباً من الغابات والمياه، فضلاً عن الحصول على مستوى جيد من الخدمات والأمن. نتمنى أن تستمتع بالعيش هنا. أهلاً بك في بلدية أسترا يوينغ وفي جيوينغهام.